몇 번 가봐. طيب يا جماعه يلا بقى عشان ما تاخرش على الماتش. بتعملوا ايه؟ طبعا نقعد مع بعض كده. عندكم خلاص يا جماعه انتوا هتروحوا ازاي؟ تاكسي. خلاص بس هيسك يلا بسرعه ما تتاخرش. طيب يا جماعه انا هوديهم وبحصلكم على الماتش. تعبك ها؟ يلا. لا 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 يا جماعه. باي يا جماعه. سلام. ده اللي احنا عشان نلحق. اه يلا. طب انا معايا عربيه لو عايزين نوصلكم ولا حاجه. ايه ده؟ جبت عربيه جديده ولا ايه؟ لا دي عربيه بابايا. طب مفيش مشكله احنا هنروح لوحدنا عشان ما نتعبكش يعني. هنروح بتاكسي. شكرا يا كريم يعني. عايز الموت تاني. ما يخلينا نروح الاجتماع ده؟ ما انا كنت عايش كويس وليا اصحابي اللي بيحبوني ويعاملوني كويس. ايه اللي يجبرني ان اقبل ان الناس تعاملني بالطريقه ديت وانا ما عملتش حاجه غلط؟ يلا عامه انا ديني رحت وجربت وهي مره وما اظنش انها تتكرر تاني. الو ازيك يا كريم؟ انا يوسف. اهلا ازيك يا يوسف. ايه يا ابني ما جيتش معانا الماتش ليه النهارده؟ ده انت فاتك حته ماتش. يعني حسيت ان كلهم مش مرحبين بيا. ايه الكلام ده كريم؟ مش مرحبين بيك ايه؟ دي هما بس لسه ما خدوش عليك صدقني. اصبر انت والدنيا هتتظبط. مش عارف يا يوسف بس هما خنقوني قوي. طب معلش يا كريم انا هبقى اتكلم معاهم. بعدين يا اخي لما تيجي كتير ويتعودوا عليك اكيد هتبقى صاحبهم وهيحبوك صدقني. كنت كده في الاول ودي دلوقتي من اعز اصحابهم. مش عارف بس انا متردد قوي يا يوسف. طب يا كريم بس تبقى عارف ان الكنيسة احسن مكان تكون انت فيه وما دام متردد صلي وربنا ان شاء الله هيقف معاك. ان شاء الله يا يوسف. يلا سلام. سلام. برضه معاك بس افضل عايش في حماك في حضنك بين ايديك. لو هسيب مجد او مال معايا رب هن الجبال قادر تنقذني من الاهوال وتشيلني جوه عليك. حسيت اني نقطة مية ضاعت وسط الامواج في اعصار. مرة واحدة لقيت ايديك بتلمسني ايدين اله جبار. حسيت اني نقطة مية ضاعت وسط الامواج في اعصار. مرة واحدة لقيت ايديك بتلمسني
ايدين اله جبار. اسيب الدنيا وامشي وراك وجدي العالم برضو معاك، بس افضل عايش في حلمك في حضنك بين ايديك. لو هسيب مجدي او مال معايا ربي من الجبال، قادر تنقذني من الاهوال وتشيلني جوه عينيك. امشي وراك وضد العالم برضو معاك، بس افضل عايش في حلمك في حضنك بين ايديك. تضرب لوحدك كريم، مش متحطليش ولا كوره في الجون، ولا عارف تباصي ولا عارف تشوت ولا عارف تجري. فين كريم بتاع زمان يعني؟ ماشي يا كابتن، ما انت عارف الحادثه واللي حصل لي. اعمل ايه انا يعني بالحادثه دي؟ الماتش عندنا بعد بكره يعني. اعمل ايه يعني؟ معلش يا كابتن، هضربه كويس. كريم كريم، ما ينفعش يا كريم، الماتش بعد بكره. كريم عندك حل من اتنين، يا اما تقعد احتياطي يا اما ما تلعبش. ما انا هتدرب هبقى كويس يا كابتن ان شاء الله. مفيش حاجه اسمها كده، يا اما تقعد احتياطي يا اما ما تلعبش. ماشي ماشي كده.